يقول عندي محل خاص بملابس النساء فقط، ومن ضمن هذه المعروضات ملابس قصيرة ومفتوحة ومنها الضيق على الجسم. مع العلم هناك من النساء من يستعمل هذه الملابس بصورة شرعية كعرضها ولبسها أمام الزوج فقط، وهناك نساء أخريات يستعملنه لغير هذا الغرض، فهل يجوز لي بيع هذه الألبسة؟ وهل علي إثم في بيعها لمن يستعملنه للتبرج؟ لا يا أخي، ما يجوز لك تبيع الملابس الضيقة للنساء والملابس غير الساترة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقولك إنها تلبسها عند الزوج، ما الذي يضمن هذا؟ إيش أدريك؟ أنت فتحت لها الباب.